نصبح على ابو سليمان مبطي البعيد القريب يبعد عنا ولكن القلوب دائم هو قريب. الله يسعدك يا مرحبا. صباح الخير يا ابو سليمان. صباح لسانك يا ابن نعيم. تسلم تسلم ظالم. صباح نجمك يا ابو نعيم. تسلم انت يا قمر. والله تستاهل ولا في شيء غلط. شوف يا طويل العمر كل احبابنا واخواننا كلكم مبدعين الله يسعدكم دنيا واخره. ابو ابراهيم قرب شويه. اسلم واصل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام اخوات والابناء والبنات المشاهدين والمشاهدات في هذا اليوم الجميل وهذا الصباح السعيد. الله يجعلها ايامنا وايامكم كلها سعاده وكل لحظه في اعمارنا الله يجعل بها سعاده ويجعل بها غفران للذنوب ويجمعنا وانتم على ستر اعزاز واخوان وبيننا ما يلزم اخوه ولزمه وزاد وملح وعشره سنين ولا ينكرها الا البعيد عنكم ولا انتم وافين وتسالون ان جينا فالاحترام والتقدير نلقاه منكم الله يبيض وجيهكم وان غبنا تسالون والله يجعلها تسال عليكم العافيه. لا انت يا ابو نايف نبدا عمرك. اولا فشكرا للكلام الجميل اللي قلته يا ابو نايف وشكرا لكم يا احبابنا واخواننا ونهني يا ابو حاتم بسلامه والله يحفظك ان شاء الله ويحفظ طال عمرك اهلك وذريتك واللي كانوا معك والحمد لله وان الله سبحانه وتعالى يحفظنا واياكم بحفظه. هي تجري المقادير ولكن لطف الله دائما طال عمرك الحمد لله المسلم ان شاء الله له خير. نصبح عليكم جميع انت واحبابنا وعلى اخواننا وابنائنا طال عمرك اللي يديرون هذا العمل الجليل الشريف وزملائه في الكنترول الله يسعدكم والحمد لله على السلامه يا شريف والاخوان اللي جاوا معك طال عمرك بعد العوده بعد الزواج احمد الله يجعله مبروك الزواج احمد الله يسعدكم كلكم في الدنيا والاخره ويعني قدام هذا كله نقول اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر اللهم لك الفضل في نعمه واستقرار وخير يا اخوان وامان وطاعه رحمن وعلوم زينه عسى ربي انه لا يغيرها علينا ولا عليكم. شكرا لكم جميعا وانا سعيد اني اكون بينكم اليوم وان كان طال عمرك ولو غاب النظر عنكم فليس القلب ينساكم فليس القلب ينساكم لو غبنا عنكم انتم محلكم في العيون يعني. تسلم طال عمرك. ونصبح كذلك على يصير شاعر ابو عبد الله يبي شاعر نصبح حبيبي احلى اجنبي نقلب القناه ذي يقول نصبح على ابو ابراهيم الشيخ محمد المقبل. صباح الخير يا ابو ابراهيم. الله يصبحك بالخير يا ابو نايف. ارفع قدرك الشيخ محمد المقبل ما احنا بشيخ لكن ارفع قدرك. كبير كبير ابو الشيخ كبير كبير ارفع قدرك تستاهل والله. صباحكم الله بالخير جميعا جميع زملائنا الحاضرين من وخاصة اللي كانوا متأخرين عنا أبو سليمان وأبو محمد الفهد الله يجزاكم خير ويجمعنا وياكم شملنا على طاعته يجعل اجتماعنا طيبا مباركا مرحوما. نرحب أخواننا وأخواتنا المشاهدين نصبحهم بالخير ونقول يومكم سعيد ونهاركم جديد وبشرى وسرور وفرح. اللهم اكفنا ما أهمنا واصرف عنا ما يؤذينا وبشرنا بما يسرنا. اللهم صل على محمد. ونصب على ابو خالد عيد القحطاني. يا مرحبا ابو خالد. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ارحب بك يا ابو نايف واخواني الحضور الاعضاء ونصب على اخواننا المشاهدين والمشاهدات الكرام وصب على والدي الله يطول في عمره امين وكذلك نصب على اخونا العضو عن بعد واللي متابع دائما نايف العنزي ابو مشعل ويوم الثلاثاء دائما يوم مختلف ويوم متميز ونقول لاخواننا المشاهدين تابعونا وان شاء الله تشوفوا يسركم ويسرنا مداخلاتكم ومشاركتكم وشكرا لك يا ابو نايف على قياده هذا البرنامج وعلى اخواننا في الكنترول وموفقين جميعا. الله يسلمك. حقيقة اليوم أنا سعيد بجلست معكم بعضنا مبطين عنه وبعضنا لكن هذا الثلاثة ذا له ذوق ولها نعم فكلنا محتاجين لها الجمعة ذي وللأخوة وللجلسة. قبلها نذكر مشاهدين الكرام ونعيد ونذكر لا تنسون المشاركة في أرقام الاتصال اللي تظهر على الشاشة وكذلك المشاركة في الهاشتاج البزنس 31 كذلك نذكر دائما بالوقف على الله عز وجل يجعل لنا ولكم الأجر فيه بالمساهمة والوقف ولو بالقليل. القليل عند الله عز وجل كثير.
لا تبخل ولو بشيء بسيط، ريال مع ريال يصير عشرة، والعشرة مع العشرة تصير مية، والمية مع مية يصير ألف، والله عز وجل يبارك سبحانه وتعالى. ونبدأ بتصبيحة، لو أن ابن تعدى وسليمان وابو لا ابدا والله الدكتور في غرمان عنده ابيات تصبيحه يا سلام نعم ابو تسليمه وعقبها نرجع لابو سليمان ابو محمد اعطناها يا لالي يا لالي يا لهلالي يا لالي 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 يا له يا لا 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 واللي يدور لروحه فايده فايده يا لا 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 يا له يا لا 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 واللي يدور لروحه فايده فايده بسم الله بدابه والمعرفه لي منار قول السلام بسم الله بدابها والمعرفة لي منار طيب طيب يا مرحبا هيلي يا الأصحاب من كل دار يا سلام يا مرحبا هيلي يا الأصحاب من كل دار اللي مسافر وجانا بعد طول السفر واللي يدور لروحه فايدة فايدة يا لا 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 يا لا 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 واللي يدور لروحه فايدة فايدة بسم الله بدابها والمعرفة لي منار الله يا مرحبا يا الأصحاب من كل دار اللي مسافر وجانا بعد طول السفر واللي يدور لروحه فايدة فايدة يا لا 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 يا لا يا لا 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 واللي يدور لروحه فايدة فايدة سلامتكم الله يسلمك يطول عمرك كذلك شدنا صح لسانك يا ابو مسكنا الخط وقف رايك خلك زي ابو سليمان يوم قاطع شويه ولا يهمك يلا والله يركض لي صح لسانك ابو محمد لا 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 قوم يعني ايه يا لا 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 والوافي اللي يعز الناس وفايده لا 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 يا لا 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 والوافي اللي يعز الناس والفايده بعض المقصايد تجي عندي بنار وشنار الله الله بعض القصايد تجي عندي بنار وشنار يجيبها الفكر بعض احيان من بعد دار الله الله يجيبها الفكر بعض احيان من بعد دار والليل يسدل ظلامه بعد طول السفر والوافي اللي يعز الناس وفايده يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا والوافي اللي يعز الناس وفايده يا لا 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 يا لا 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 والوافي اللي يعز الناس وفايده يا ابو نايف صح لسانك يا ابو محمد صح لسانك صحة ابدانكم طالت اعمارك هذه حصة صباحية دائما حصة صباحية تنشط شوي أكيد. فالمدرسة في طابور صباحي قبل الحصة تبدأ هذا طابور الصباحي هذا طابور صباحي ونبدا الحصة مع الحصة الثانية ولا الفسحة مع ابو سليمان الله يسعدكم ان شاء الله والله يا اخوان كم هي جميلة ويعني قولوا يا الله ان الله يجمعنا على ستر امين ولا اجتمع الانسان وقابلت صديقك ولا حبيبك ولا خويك ولا زميلك وانت بخير وهو بخير وفي صحه والله هذا طلع منك بحد ذاته والله انها فضل من الله والله من نشكره الحمد لله على كل حال المشاركات واجد ولكن احنا ودنا نجيب الشيء اللي طلع منك يعني ابو محمد الله يسعده اسعدنا وكلكم مسعدين ونفداكم والله يقول لا 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 بسم الله لا إله إلا الله ومحمد رسولنا
رب ثبتنا على طاعتك وتسمح دروبنا ويالله انت احفظ ملكنا وشعبنا والديم عز بلادي آمين. واسعد آل سعود يا رحمن ميتهم وحيهم واسعد آل سعود يا رحمن ميتهم وحيهم يا سلام الله على المجلس ورئيسه جميع أعضاء الله الله الله. يا سلام الله على المجلس ورئيسه جميع أعضاء والذي شاهد وتابعنا على بث القناة في الحجاز وفي تهامة وساكنين البادية يا من أتشرف بكم واعتز فيكم واجد واجد كلنا اخوان في الدنيا ويجمعنا النسب والدين كلنا اخوان في الدنيا ويجمعنا النسب والدين قال من جرب وشاف وذاق حالها وذاق امرارها البشر في ذا الزمان احوالها تشكى على بريها النعم يا كثرها والناس يا مكثر همومها ان والله يا اخوان شوف زمان يعني معلش يعني وقطعنا الهم يعني الحمد لله الخير واجد لكن يعني لو عرفنا وان شاء الله اننا عارفين لكن احيانا الانسان ظروف ولا كذا ولا كذا تطري عليه طواري وتنكد عليه ولا كذا المجتمع اللي كنا فيه زمان طول عمركم من اهل الحرث واهل يسنون على الابار وهذا ولا يشتغلون في المزارع ولا كذا تسمعهم يضحكون طال عمرك ترى ما عندهم شيء والله بعضهم طال عمرك انه يسرح ويرجع يمكن ما اكل الا وجبه واحده خطرهم وسيعه ومبسوطين ولا يفكرون ولا حنا طول عمرك ليش نحزن الوقت الحاضر الامن مستقر والخيرات طال عمرك تدخل بقاله في اي بقاله طال عمرك في اي انحاء من انحاء المملكه تدخل سوق متكامل فيه من نعيم الله اللي لا تعد ولا تحصى قال من جرب وشاف وذاق حالها وذاق امراره البشر في ذا الزمان احوالها تشكى على باريها النعم يا كدرها والناس يا مكثر همومها وامرنا لله من امراض تفشت ذا الزمن في الناس حار فيها الطب وتروعك يم تسمع بها اسماها أذهالتنا ولا سمعنا مثلها في وقتنا اللي فات قالوا ليش انك حزين عن الزمان الماضي ومن حاس والتمشى في البادة واهتركب جمال ويتر أشياء والبشر حلت على سطح القمر وين انت يا ابن حمودة والتقدم والحضارة في زمننا الحاضر وتقنية والبدو ما عاد يرعون الغنم إلا بجوالات والبدو ما عاد يرعون الغنم إلا بجوالات واللي في رأس السودة وحدد الموقع والذي يسكن في القرية يقول ودي لي رحت المسيء أركب التفريق ورجالا يسمون العريكة طرطة والمرأة تبغى جميع أعمى لمنزلها على انترنت والمرأة تبغى جميع أعمى لمنزلها على انترنت والكدش والجنز برموده مكان الثوب والدسمال واغرب القصات والموضات والشيمان بين اذكرها والله اللي دارين يا وش يجي في مقبل الايام والله اللي دارين يا وش يجي في مقبل الايام قلت هذه رغبتي والبر شرواكم كم مطلق قد عاش فيه تقدم زين واللي ما معه ماضي فلا له حاضر والونعم من وفاقه ربي ونسق بين هذا وذاك هاجموا جزع المنى واخبارنا يلي تريد اعلام هذا مو جزع المانا واخبارنا يلي تريد اعلامي
والله يسعدنا ويسعدكم في الدنيا والآخرة. والله يسعدنا ويسعدكم في الدنيا والآخرة. العذر منكم ترى والله يومين هذه جزاك الله خير وكذا. ما شاء الله عليك. حسانك حسانك ابو حسانك واعتلى شانك. احنا اليوم عندنا موضوع والموضوع جميل حقيقه وكلنا يعني نقع فيه او يقع فيه احد من المجتمع وهو الاسراف والتبذير. فما هو الاسراف وما هو التبذير وش الفرق بينهم؟ ابو سليمان صبحنا ما شاء الله بالكلام الجميل وما شاء الله الشيره الجميله ونبدا كذلك بعده بالدكتور ابو عبد الله. كفو تفضل ابو عبد الله. تبون شعر ولا تبون؟ لا اليوم متهيئ ابو عبد الله. والله يا زين على جث منك الله يرضى عليك. ما يقصد الا في الليل. اي والله ما يجبنك الا زين يا زين. بس خلونا اليوم والله العدوى تنتقل. ها سنتحدث عن الموضوع. العدوى تنتقل وبالليل ان شاء الله. ايوه سلام. اسلم. الموضوع هذا اللي هو الاسراف والتبذير موضوع ذو شجون وللاسف منتشر في المجتمع اللي هو الاسراف والتبذير. فيه مجموعه كبيره من الناس يخلطون ويعرفون ويقولون ان الاسراف والتبذير كليهما في معنى واحد والحقيقه انه يختلفون اختلاف كلي سواء من ناحيه الطريقه او سواء من ناحيه الحكم ايضا. ايوه. فعندنا لما نقول ما هو الاسراف، الاسراف صرف عندك يعني شيء صرف شيء في ما ينبغي، يعني انه حلال تصرف شيء حلال بل ولكن ياتي في ما لا ينبغي. يعني وش معنى الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام انك تصرف شيء يعني حلال مثلا اكل، الاكل حلال لكنه احيانا يزيد عن المعقول فيصبح هنا ايش؟ اسراف. الزيادة عن الحد المعقول. نعم. نعم. وليس الإسراف في الأكل فقط، هناك إسراف حتى في الكلام. الواحد يسرف دائما مثل بعض المرات. أو الإسراف في اللباس، أو الإسراف في المسكن، أو الإسراف في أشياء كثيرة. نعم. فيجب الإنسان أن يكون معتدل في كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء، و أن يصرف جميع أمواله في الشيء الحلال دون ما تقتير ودون ما تبذير. يعني خلك معتدل. وأما التبذير فهو الشيء الحرام طبعا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فقرن المبذر بالشيطان وكان الشيطان إيش لربه كفورا. هذا هو الفرق تقريبا بين باختصار الفرق بين الإسراف والتبذير حتى يكون لدينا علم في هذا الموضوع. مختصر الكلام، الإسراف هو أن يصرف الإنسان في الأشياء الحلال لكنه يزود سواء كان كما قلنا أكل أو كذا. وأما التبذير هو أن يصرفه في الأشياء المحرمة. هذا تبذير، يعني تلقاه أشياء محرمة يدفع فيها مبالغ خيالية وهذا طبعا لا يجوز. ولذلك قال عندنا هنا في الآيات، أنا كتبت مجموعة من الآيات في التبذير، يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا بالنسبة للتبذير. أما بالنسبة للإسراف يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو يعني لا تزود، خلك على وسط الاحتياج. نعم. الشيء اللي تحتاجه. حتى الإنسان الآن المنتشر للأسف الآن، وهذا الذي يجب أن ننبه عنه يا جماعة الخير، اللي هو الإسراف في الولائم وزيادتها ومن ثم عدم احترامها، ويعود ذلك بعد ذلك عدم احترام النعمة. ثم إذا ما احترمنا النعمة الله يستر علينا وعليكم وأخواننا المسلمين، ربما نحن مررنا كما تعرفون، أنا بالنسبة لعمارنا ويا اللي كبري أو دم مني شوي، مررنا بفترة الحقيقة كانت فترة شوي صعبة من ناحية الأكل وتواجد الأكل وكذا وكذا، كانت صعبة جدا. الآن انقلبت الآية وأصبح كل شيء كل الآن زي ما تشاهدون. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله يا رب لك الحمد.
والشيء إذا ما احترمنا هذه النعمة التي أعطاناها الله سبحانه وتعالى لربما نرجع إلى الزمن السابق بين يعني عشية وضحاها، ما فيه شيء الله سبحانه وتعالى. ثم عندنا هنا إذا بغيت عندك الميزان بالنسبة للصرف والأكل واللباس وكذا، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني لا كذا ولا كذا، فتقعد ملوما محسورا. ثم عندنا هنا في الإسراف يقول وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. هنا إسراف، كل شيء يجب أنك تعطيه حقه كامل. هذا ما أحببت أن أتكلم عنه، ولا ودي يعني أطول عليكم هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش قلت لك يا محمد؟ ماذا قلت؟ قايل لك أبو محمد يجي. جزاك الله خير. شكراكم، نسلم على الشيخ. طيب نسلم عليه وبعدين نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كنترول. يا مرحبا، يا صباح الخير، الله يرفع قدرك بالدنيا والآخرة. لا إله إلا الله. أسلم. عندك أبو محمد. شرب السعد. لا إله إلا الله. كلنا مبذرين، كلنا نسرف، كلنا. لكن ترى أحيانا تكون مجبرا عليها وأحيانا تكون غصب عنك. صحيح. لكن الإنسان لازم يوازن. في بعض الولائم والله بعض شو اسمه الزواجات انك تلقى نهايه الزواج كل يشتل صحون ويرميها برا، وهذا والله انه مؤسف جدا. لكن الحمد لله الايام هذه يعني بدات الثقافه وصار الناس تعرف كم الضيوف كم يستاهلون. انا بحكي لكم، انا عندي ابيات هنا لكن بحكي لكم قصه شفتها انا والله بعيني. في يوم من الايام صحيت بدري وانا عادة ما اصحى بدري، ورحت المطعم فيه اربعة دكاترة من المستوصف جنبنا ماخذين صحنين، شوف هم دكاترة اطباء، صحنين واحد فول واحد شكشوكة، هم الاربعة اكلوا وشبعوا ونظفوا كل شيء. وفي شاب، شوف العكس، في شاب سعودي نسأل الله له العافية جاب صحن بيض وصحن ايش اسمه عدس وصحن كبده، هو واحد على الطاوله اخذ من هذا شوي واخذ من هذا شوي وهذا وقام وتركه. جاء العامل بيشيله، قلت له الرجال بيرجع، قال له وحاسبه يطلع وحاسبه مشى. الله، قلت اتق الله يا اخي، هذه هو واحد بس يا اخوي جمعها في العلب البيض هذه واعطى احد العمال اللي برا. صحيح، يسوون لك علب سفري ويعطونك. شوف عمال برا. نعم. فهذا من الإسراف ومن التبذير ومن لا مبالاة، أنا أعتبره لا مبالاة. إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وأعطاك فأشكر النعمة، تشكر النعمة أنك تحافظ عليها. أنا عندي بيتين إذا سمحتوا لي عن التبذير وعن الإسراف. ماذا يقول أبو محمد؟ يقول أبو محمد حفظه الله يقول يا كثرة تبذير البشر في الزواجات السلام والكل يفخر به إذا جاء زواجه. الله، والله نهانا عنه في عدة آيات، لكن بعض الناس فيهم سماجة. الله، ويا كثر ما يصرف عليها بحاجات من دون لازم، جات حاجة بحاجة. وحتى عزايمنا وبعض الضيافات ينتابها شيء كثير ازدواجة، وإسرافنا يحسب ميول ومزاجات، والكل يتحاسب على دنا مزاجه.
لكني يا الأصحاب حطوا علامات بين الذبايح حشو ولا دجاجة ونقدم العاقل علينا احتجاجات لزوم نسمع حجته واحتجاجه ونطيع مولانا بديع السماوات سبحانه. اللي عطانا نعمته من نتاجه سبحانه. صحة لسانك ولعلنا نترك المشايخ هم يتحدثون. بيض الله وجهك حقيقة فعلا يعني إسراف في الزواجات الله يقول كلوا واشربوا كل واشرب امل بطنك لكن بدون إسراف. هو إبراهيم البخل يعني بينهم خط رفيع أو الإسراف والكرم يعني لازم الواحد يصير في فاصل بيش تمييز بين هالأثنين وحنا أما وسط ولا تجعل يدك مغلولة العنق ولا تبسطها كل البسط كل البسط كل البسط فالشاهد هو التوازن الوسطية هي التوازن لا تروح لأطرف الطرف يعني يصير إنسان بخيل ولا يكون مسرف هذه برضو والإسراف من ضمنه الأكل والمال وترى في حتى إسراف حتى في العواطف صحيح يعني بعض الناس إذا أبغض اختلف مع إنسان أو خلاص يعني ما عاد ما يضع خط للرجوع كأنه عدوه دعير وإذا حب رفع الإنسان للنجوم يعني كأنه ما فوق أحد فش اسمه الحكمة تقول أحبب عدوك أبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما وأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما ما تدري الأيام وش تتقلب عليها وحتى هذه في الحالات الزوجية لاحظها يعني تجد الواحد يتزوج زوجته وتكون عنده تسوى عيونه ومدح وكذا وكذا 10 سنين 15 سنة ثم يحصل لا سمح الله الفراق وكأنه هذه كلها يعني لعلق فيها جميع العيوب والعكس بعض النساء جلست مع هذا الزوج 10 سنين وخمسة عشر سنة ثم إذا حصل انفصال مع أنه كان الأيام اللي كيف جلست 15 أو 10 سنين أو 20 إلا أنها تحبه لا بد أنه في شيء جذبهم البعض رابط وإذا فإحنا لا نسرف يا أخوان بالطرفين فنكون الوسط يعني حتى الحب الزايد محمود يعني والذم الزايد غير محمود فالوسطية في جميع أمورنا التوسط وهو التوسط والتوازن التوازن في نفسية الإنسان بعض الناس الحين تعاشروا أنت مزاجي تلقاه يوم يوصلك النجوم ويحبك ويضمك وكذا ومتجي يوم ثاني بعد شهر سلم عليه كأنه ما يعرفك فالوسطية مطلوبة يعني بس هذا ما حبيت أقوله نحن أمة وسط والله يطول على أخوة يعني الوسطية أبو إبراهيم سم الوسطية في كل شيء في كل شيء ما هو بس في الطعام والشراب كل شيء في كل معاملاتك مع الآخرين تكون وسط حتى في الذنوب الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تجاوزوا الحد بالذنوب والمعاصي ولكن الآية ختامة لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا وهم مسرفين صحيح جزاك الله خير أبو محمد تفضل خاصة الدكتور يعني أوضح الفرق بين الإسراف والتبذير ولكن إضافة بسيطة لعل إن شاء الله يكون التبذير مصدر بذرة وهو وضع الحب والبذر في الأرض فكأن من بذر كأنه وضع الحبة في الأرض نسبة إليه ولذلك التبذير هو وضع الشيء في غير محله أو صرف الأشياء في غير محلها بينما الإسراف هو وضع الشيء في محله لكن زيادة عنه إذا أسرف الإنسان في الشيء فهو قد يكون مثلا جوه ضيوف 3 وذبح لهم 2 أو 3 هذا إسراف لكن إذا أكرمت ضيوفك بما يستحقون ومنها على سبيل المثال نبي الله إبراهيم ذبح ولا لا الاثنين وهم اثنين لذلك اكرام الضيف واجب لكن الاسراف هو المنهي عنه والتبذير اشد نهي من الاسراف ونسال الله ان ينفع بك امين ابو حاتم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين بل امس وقت مضى على أبانا وأجدادنا الربع زواج الولد كذا أو زواج كذا
ما حد يتأخر يا أبو محمد ولا يهون الربع، ما حد يتأخر على موعد الزواج، أو إنه يقول أعتذر صح يا أبو فلان ماني حاضر، علشان يعد العدة للضيوف. فنحن الآن في الآونة الأخيرة، يعني قلنا في الآونة في الوقت الماضي إذا عزم الرجل صاحبه قريبه هذا لابد أن يحضر، لابد أن يحضر، حتى أنك تجد ضيوفك متكاملين وما سويته لهم وقمت بواجبه يكفيهم وبس، ما في زيادات هناك، لا يزيد ولا ينقص. زد على ذلك الآن العكس، تدعو 200-300 وربما يأتيك إلا 100 من 300، يعني شوف قارن من 300 يا فلان يا فلان الواتساب، وأخيرا ما يجيك إلا 100. طيب وين أخواننا اللي تأخروا؟ لا لهم مشاغل الحياة، لهم تعذروا، لهم أرسلوا عذر علشان تقلل في الوليمة، ولهم اللي حضروا علشان يأكلون ما فعلته لهم. فهذه مصيبة والله، يعني في الآونة أنا لاحظها مرة، حتى أني أعاتب بعض الأخوة في كثرة الذبائح وهذا، قال يا أبو حاتم أنا عازم 300، يعني فرضا ان 300 هذول يحضروا اكون يكون موقفي صحيح. صراحه محرج، نعم، ولكن انا افعل فيها، فهو يدخل صراحه فيها. زد على ذلك حتى في البيت، البيت بيتك انت يا الرجل، الان ام حاتم يكلمونها عيالها يا ام زين ان الوجبه الفلانيه بنحضر هذا، والله العظيم اني انا أحيانًا وأم حاتم بس اثنيننا على الغداء اللي هم مكلمين، ليه يا فلان ليه؟ والله لقيت خوي وعزمني من جد صراحة، قلت ليه؟ قالت هم مكلمين عيالك على أنهم بيحضرون ولا حضروا، الزواج يحط بالثلاجة، ما عندك مشكلة بالنسبة للأسرة والله أحيانًا، لكن الزام ينعم، يعني حوالينا عمال، نعم، وقول لحد العيال ضفي هذا، نعم، وودوا العمال، العمال ياخذونه، ولكن المصيبة إذا كان ما حولك عمال ولا حولك شيء، فأحيانا المشكلة في تكمن في هذا المجال. عبد الله بن جبريل رحمه الله، الشيخ عبد الله بن جبريل، حينما يضعون المائدة أمامه ويقع من يده شيء على السفرة يلتقط هو يأكله، لا يا شيخ، قال لا، هذا أنا محاسب عليه، ما وقع على السفرة فأنا محاسب عليه، وهذا السنة، نعم، وما هو في الصحن الإناء، وما هو في الصحن وفي هذا، فالمسؤول عنه أنت محاسب صاحب عنه. من جهة، ايه؟ نعم، صاحب العزيمة. بديت بسم الله جل جلاله، بديت بسم الله جل جلاله، جزل العطايا اللي هدانا للإسلام، كل الفضل له والشكر والثناء له، رب خلق خلقه للغيب علام، نهى عن التبذير في كل حالة، ونهى عن الإسراف قسام الأقسام، لا شك بعض الناس فيهم جهالة، ناس يزيدون الولايم والأنعام، لا شك بعض الناس فيهم جهالة، ناس يزيدون الولايم والأنعام، صحيح راع الحفل يبغى الجزالة، واللي سأل الطيب ما هو بيلام، وكل مثل ما قيل حر بحلاله، وكل مثل ما قيل حر بحلاله، ننفده ونحفظه طول الأيام، وكل يبي كسب الثناء والجمالة، مير الحضيض يصير للخير مقدام، عند الثقة في النفس طالت لياله، يبعد عن التبذير ودروبه الأثام، كم مسرف خذ منها الإسراف ماله، كم مسرف خذ منها الإسراف ماله، من نال مال ولا اقتصد فيه ما دام، العمر مهما طال لازم زواله، لولا ماني تدفع النفس قدام، العمر مهما طال لازم زواله، لولا ماني تدفع النفس قدام، قدام
يلي تحطون النعم فالزبالة عطوة الأرامل والفقارة والأيتام وخافوا من اللي نرتجيه ونساله الخير والرحمة وتحقيق الأحلام. حقيقة فعلا يعني الزيادة في الطعام بالنسبة في المناسبات الكبيرة تبلش فيها، لكن الأسرة ممكن حطوا ثلاجة وش تفيد منها الأسرة، يحمونه في الليل من البكرة، ما الحمد لله ما خرب. أنا لكن الدولة جزاها الله خير والمجتهدين والجمعيات وضعوا جمعية إيش؟ حفظ النعمة من فضل الله عز وجل. الحين ما عاد تبحل تدق عليهم يجونك بالسيارة كاملة ديانة عليها، يأخذون كل اللي عندك ويحفظون عندهم في ثلاجات لأشهر يوزعون على الفقراء. يعني الشيء بالشيء أذكر واحد من الأخوان ذكر لي قصة، يعني يقول صاحب سمو ملكي ودعا أصحابه في أحد المطاعم الفارهة في الرياض، حينما انتهوا إلا يعني ما أكلوا ولا شيء بسيط، قال للعامل ضف لي هذه كلها وعطنا في كيس. يا طويل العمر يعني وين مهبزينة. ما بشغلكم ما بشغلكم، أنا اللي مسؤول عنها، ما هو أنتم اللي مسؤولين. فأخذ الطعام وحينما يعني مر بخبرة عمال نزله بنفسه وقال، فحينما رأوه فرحوا وأخذوا الطعام الحمد لله. قال شوفوا لو أنهم خليني في المطعم ربما أن مصيره إلى الزبالة. طبعا المطعم يحطونه في الزبالة، ولكن نعم. الآن عطيناه إخواننا المسلمين وهو نظيف ومرتب وأكله. نعم جزاك الله خير. أبو عبد الله تفضل. نقول أول شيء نقول صبحك الله بالخير. يا مرحبا. يا مرحبا حياك الله. ترحيب تم ما لا حد. يا مرحبا حياك الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على رسول الله. صباح النور. صباح النور. والمستمعين والمشاهدات. طبعا موضوع الإسراف والتبذير نهى الله جل وعلا عنه في محكم كتابه في أكثر من آية. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كما ذكر الإخوة. والله سبحانه وتعالى كما قال الإمام ابن القيم إن الله لا يحب المسرفين، يقول تثبت هذه الآية أن الله لا يحبك متى؟ إذا أسرفت، إذا تجاوزت الحد في الشيء، إن الله لا يحب المسرفين. والله جل وعلا قلت في آية أخرى إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يعني لا تقول واحد مبذر أنت أخو الشياطين يزعل يغضب. صحيح. لكن الله جل وعلا يقول عنه أنت أخو الشياطين. إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. واستراف التبذير سبحان الله لما ترى لبعض الناس اليوم سبحان الله كيف طريقته في صرف الأموال وفي صرف المآكل والمشارب تتعجب منه. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الله يرحمه وصف هذا بوصف جميل، يعني فرق بين إسراف التبذير في المال، يعني في المال. قال متى يكون إسرافا المال؟ يقول المال إذا يكون إسرافا إذا دفعت شيء زيادة عن حده في نفس الشيء. يعني عندك الآن شرت شيء معين ثم دفعت زيادة عليه تشتري شيء آخر مثله وأنت ما تحتاجه أصلا، فهذا إسراف. والتبذير ما هو؟ يقول تشتري شيء ما تحتاجه أصلا، ما تبيه أصلا. لبعض الناس سبحان الله عنده يسمون عندهم بعض يسمون عنده حب التسوق، إذا كان فاضي يروح السوق ينزل المجمعون السوق أي سوق عتيق عقلي ينزل ما عنده حاجة. طيب هو أصلا ما يبغى شيء أصلا بس ينزل تمشى. إيه تمشى تمشى حتى والله مغنيه ما يخالف يروح يأخذ هذا ويأخذ ما أصلا له حاجة فيها أصلا، يأخذ هذا ويأخذ هذا ويأخذ هذا يصرف مبالغ كثيرة أو قليلة لكن في شيء ما هو ما يحتاجه أصلا، بينما عياله أولاده يحتاجون أشياء كل يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر ما يأمنها لهم. لكن سبحان الله شيء في نفسه ينزل السوق يشتري قطعة الشيء ما له داعي أصلاً، فهذا يسمى تبذير لأنه شرى شيء ما له حاجة أصلاً. نعم. والذي يشتري أشياء يحتاجها لكن يزيد فيها، يعني مثل أعطيك مثلاً من الأمثلة، يجيك واحد مثلاً يغير أثاثه كل سنة وهو جديد. صحيح. في ناس لو عندهم أثاث له 20 30 سنة ما غيره، وفي واحد يغير جواله كل سنة كل 6 شهور غيرون جوالات. بعض الناس كله 3 شهور كل 3 شهور جوالاتهم يلحقون الجوالات. طيب يا أخي وش سمع هذا؟
جوال كل ثلاث شهور، جوال ب 5000 6000 كل اربع شهور ليش؟ او كل سنه ليش؟ هذا 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 الاسراف. فهذا الاسراف وهذا التبذير وهذا يعني نهى الله عن هنا، الله لا يحب المسرفين وهنا بدل اخوان الشياطين. والاسراف والتبذير له صور كثيره في القران والسنه وفي الحياه العامه. فمن صور الاسراف والتبذير، ولعلي ما اطل عليكم، من صور الاسراف والتبذير الاسراف كما ذكر تفضل ابراهيم في المعاصي، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. تسرف على نفسك المعاصي، يعني تسرف على نفسك تعمل المعاصي الكثيره جدا، فهذا هذا اسمه اسراف. وهذا الله جل وعلا لا شك انه لا يرضاه ولو معصيه واحده، فهذا اسمه اسراف. وعبر بالاسراف بالكثره، بالكثره بالمعاصي لا تقنط، وان اسرفت المعاصي لا تقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى. من سوء الاسراف ايضا الإسراف في الأكل والشرب والشبع المفرط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي وعاء شرب من بطنه حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس. فيقول لا لا تكثر، يقول ثلث وثلث وثلث. ليش الإنسان ما يقوم من السفرة إلا هو خلاص ما يقدر يتنفس؟ هذا اسمه إسراف. يعني هذه من الصور. ايضا من الصور في الاسراف الاسراف في الوضوء. قال البخاري رحمه الله: بين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مره واحده او مره مرتين او ثلاث، ومن زاد على هذا فقد دخل تعدى واسرف. نعم اسرف. بعض الناس اليوم سبحان الله من الوسواس عنده يتوضا 5 مرات في نفس الوقت، يعني هذا وسواس. وجهه 4 مرات ورجله 6 مرات وراسه مرتين 3 مرات، ما يجوز. الحمد لله. هذا محرم. هذا وسواس. هذا وسواس. نعم. هذا اسراف. فمن اسرف فمن زاد فقد ساء وظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ساء وظلم، اعوذ بالله. نعم. فهذا من الاسراف في التبذير. وحتى اسراف عفوا اسراف في الوضوء، حتى اسراف في الماء. اليوم اللي يتوضا بالطريقه هذه يسرف في الماء يا اخي، خلاص يفتح الماء على اخر شيء. حتى عيالنا وبناتنا لما يجي يتوضا او يغتسل تسمع الماء يضرب نص ساعه. طيب شو تسوي عبد الله؟ اصبح تسمع نص ساعه والماء يضرب، خلصت الخزان. هو ما يدرك هو، يا اخي اسراف يا اخي. الله لا يحب المسرفين. الله يعني افتح الماء على قدر حاجك يا اخي، ليش الزياده طيبه؟ فهنا اسراف الوضوء يؤدي الى اسراف الماء. صحيح. وهذا من صور الاسراف. صور الاسراف كثيره جدا، لعلي اتطرق لها ان شاء الله يعني فيما بعد. جزاك الله خير. بس عندنا لغزنا نحتريه ابو محمد يجيبه. ابو محمد احتريكم اول الغاز، وحنا ونرجع ان شاء الله لابو خالد، بس عشان اللغز يذكره ابو محمد. وفيه جائزه مشاهدين الكرام، اللي يحله يحصل على سهم في الوقف. واعتقد يا ابو نايف والموت اللي ابو محمد والربع، اعتقد يعني لا يروح يبحث. نعم، هو موجود في جوجل. في جوجل. لا لا يعني ما يشغلون انفسهم. لا لا لا، الغاز كلها من ابداعات ابو محمد. ما شاء الله. اسلم ابو محمد. واحلى انا معليش. طيب اللغز للمشاهدين الكرام، ويدخلون على هاشتاج البزنس 31. نعم. للاجابه عليه. يقول: يا ويش بنيات ثلاث مفاريد. احلالهن. يا ويش بنيات ثلاث مفاريد، يعطنك العلم المؤكد تماما بالميمنه والميسرة معك تحديد، والثالثة للخلف ما به أمامه. وتم التغريد. أها. أحلها. طيب أعيدها. لا يقول المشاهدين. بس خلوا عيدها ثاني مرة. لا عيدها. يا ويش بنيات ثلاث مفاريد، يعطنك العلم المؤكد تماما بالميمنة والميسرة معك تحديد، والثالثة للخلف ما به أمامه. الله الله. أبو محمد بالتوفيق. بالتوفيق. الكاميرا ما بعيدة. بالتوفيق. مشاهدينا الكرام، حلوه ولعلك تحصل على الجائزة. وبالتوفيق. وترى ما هو موجود في جوجل، هذه من الإبداعات. ما يحذون. أبو محمد. خلهم يبحثون. ها؟ يبحثون بجوجل يرجعون. نعم إي. من إبداعات أبو محمد، الله يوفقه. ونرجع لأبو خالد. واحد يفك. تفضل أبو خالد. أنا وإخوان الحقيقة. نعم. كفوا ووفوا و يعني نتكلم عن الموضوع، والايات القرانيه واضحه مثل ما قال الدكتور والاخوان. في الحقيقه ببساطه
الإسراف اللي هو زيادة في شيء في التعامل أو في الأكل أو في شيء، والتبذير وضع الشيء في غير في غير محله. فالحقيقة أنت يا إنسان لو قلنا رجعنا مثلا زي النعم عندك مناسبة أو شيء قد تزود، لكن الواجب أنك ما تبذرها ترميها وتحضر. يجب أن كل إنسان تبحث عن المستحقين وتسلمها لهم، مثل ما تفضلت أبو في جمعية حفظ النعمة أو جمعيات الخيرية تتصل عليهم ويقول أو توصلهم. فرض أن طول عمر عندك مثلا مناسبة عشاء بسيط في البيت وزاد، يا يعني أنك يا يعني الإنسان تحطه في الثلاجة وتأكله، أما ما تصيغه في الثلاجة يا أخي لك هيط أطلع راح أطعم مال في محل أمر أو شيء. في الزواجات والمناسبات أو الاجتماعات في مناسبة كبيرة أنت ما تدري الإنسان تقول والله خاف أقصر بعدين يصير علي مشكلة، ما يخالف زود بالمعقول، ولكن اللي يبقى اتصل على جمعية تحفيظ حفظ النعمة ويجون مثل ما تفضلت يأخذون النعمة ويرتبونها بطريقة ممتازة. كذلك الإنسان مثلا أنت رحت احنا مجموعة جينا مطعم أو أنت شخص أسرتك أو شيء، يا أخي لو بقى حتى حاجة بسيطة قول أعطوني إياها سفري، مر بهاي الإنسان على عمال برا ولا أحد إنسان حفظ النعمة. والله أنا أذكر يا أبو عايز مرة أنا في البيت عندي عشاء زاد بسيط شاهي. طلعت به أبي أعطي المحلات اللي حولي، ثم جيت أحد قال والله متعشين أنا في بقالة أحاول أن يأخذها إلا داخل على رأيك السيارة بكسر جزاه الخير. قال أنت عندك أكل تبي؟ قلت نعم خذها. والله يا جماعة يعني ما تبخر بالشيء هذا. لما قال إن كان معطيني أعظم شيء وكذا من فرحتين قال أعطني إياه خذه. فالنعم يا جماعة حفظها واجب، وحقيقة يعني إذا حفظنا النعمة فالله سبحانه يحفظنا. يعني لو تساهلنا في التبذير علينا خطر وعلينا عقوبة، يعني النعم إذا ما كنا هذا خطر على المجتمع منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى نكون احنا يعني حافظين للنعمة ومقدرين. وكذلك برضه مثل قال الأخوان الإسراف، الإنسان ينسرف في التعامل أو في الحب الزايد أو في كل شيء فيه إسراف مذموم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم إن شاء الله من الحافظين على النعمة والمقدرين وسلامتكم. الله يسلم. حقيقة فعلا يعني الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. البس حسن واركب حسن، ورياجك الضيف أكرمه، وأعمل كل ما يرضى الله عز وجل لك بدون إسراف. ولو أنك مثلا يعني مثل ما قلتم جاء عندك حفلة وجاء عندك مناسبة أكرم ضيفك، لكن اعرف بعدين كيف تصرف هالنعمة هذه اللي زايدة، سواء عن طريق الجمعيات أو عن طريق العمال. في أحد نعرفه حول السكن عمال، كل ما يخلص من عنده ضيوف خذ الصحون وراح وداها للعمال، والله أنهم يفرحون يستبشرون فيها. صاروا بعدين ما غير يدق عليهم تليفون، أخذ تليفوناتهم يدق عليهم تليفون طواري ويجون يأخذون الصحون من عنده ويفرغونها ويجيبونها. فهذا عمل الإنسان يعني لا يعني يبلش يقول الله ما أدري وين وديها، لا موجود الحمد لله، سواء جمعيات سواء عمال سواء محتاجين. نعم صحيح أبو سليمان، مركزين على العمال. في السابق أبو سليمان مريت بوقت يعني شوي في ضيق، والآن الحمد لله مرينا في نعمة. فإيش الفرق بين الوقتين؟ وحول الموضوع هذا تكلم. نعم دندنا. نعم قولوا يا الله، الله الله يرزقنا يعني ثبات هذه النعمة. آمين. الله يا أخوان اللي يشوف طال عمرك، يعني إحنا الآن نقول طال عمرك النعم زايدة والنعم وين نوديها وين نجيبها. إيش رأيكم في اللي سبقونا يا طال عمر؟ والله أحيانا طال عمرك ما يلقى عشاء أولاده. صحيح. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن لن تحس هذه النعمة من 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 خلاف. يعني ترى الدنيا ما تؤمن ولا يعني تفائل بشر لا سمح الله، ولكن والله أن خوفا على هذه النعمة نسأل الله سبحانه وتعالى إلا يبدل لنا فيها. يعني حنا بين نقيضين، بين طال عمرك زيادة الخير وبين طال عمرك ما قد مضى وعانوه اللي قدامنا يا طال عمرك، علشان كل واحد يقارن. يعني لا يفكر أن نعمة أن هذا جت طال عمرك مبسوطة زي ما هي السعودية هذه، ترى ما جت إلا بعد هذا بتوفيق الله ثم طال عمرك مراحل طويلة. نعم. الآن يا طوال العمر الموضوع هذا والله جدير، وبيض الله وجهك يا أبو نايب، كلامك جميل واختيارك للحلقة، والأخوان تكلموا بكلام طال عمرك والله ما عدنا يعني تركوا لنا مجال. ولكن يا أخوانا
نقول بالنسبة يا طوال العمر ترى المسألة طال عمرك يعني العاقل الإنسان اللي فاهم. في يوم من الأيام استضفنا في هذه القناة بالذات في شيء من المجالس سواء كنا خارج النطاق هذا، جانا واحد طال عمرك مسؤول عن طوال عماركم حفظ النعمة في منطقة الرياض، فقال لنا يا إخواني أرقام فلكية، والله أرقام، والله طال عمرك أنت تتوقعون أنها بعشرات الآلاف ولا بمئات الألوف ولا بعشرات الملايين، والله يا جماعة الخير أنها وصلت المليارات، الفائض 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 يا إخوان، والله شيء طال عمرك لا ربما بعض الناس يعني يمكننا ما يصدق، فائض 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 نعمة ما هو طال عمرك هذا. طيب يعني اللي مثلا طال عمرك يفكر كذا صلى الله عليه محمد، إذا ما تعاوننا وتساعدنا ترى ما تجي طال عمرك إلا بالخير اللي مثلكم وشرواكم. الآن يا طال عمر أنا في يوم من الأيام عشان تشوف أن فيه طال عمرك الزايد هو ذا الفائض من الخيرات هذه، سألت واحد راعي المطاعم أنا خابر كان الليل اللي سبقها أنا كان عندي ضيوف وديت له السحور، وخابر أن حوالينا طال عمرك مناسبة وأنا مناسبة وأنا مناسبة، وقلت بشر عساكم طال عمرك الخيرات هذه تحفظونها ولا تشيلونها، قال إيش تتوقع؟ قلت أقول إن شاء الله أنك ما تقصر، قال لا والله لم أقصر، وين أوديها؟ طيب قل لي فين أوديها؟ طيب وين وديتها؟ قال والله حطيتها في البلدية. ليش؟ قال وين أوديها؟ طلعتها في رأس الجبل طال عمرك، فأخشى من الجزاءات طال عمرك، وفي رأس الجبل يعني وين أوديها؟ هذا الواقع. فلذلك يا طوال العمار أنت طال عمرك يعني أنت بتحترس وهذا وكذا، ولكن الأشياء اللي بسببك أنت تروح البلدية تراها والله أنها يعني، وأنا بقول يا أخواني كل والله يجعلها بالعافية، وطال عمرك وضيفه والله يجعلها بالعافية، وعلى كلمة بالعافية يوم من الأيام طوال أعماركم تمشيت أنا واحد من الجماعة الله يذكره بالخير، ثم وطينا طال عمرك معالي شفتوا السروات نزلنا ثام، ثم طلعنا مع عقبة السودة كلكم تعرفونه عقبة صعبة، ويوم طلعنا من رأس العقبة يا طال عمره وخلاص والله اللي داير، ولذيك المزرعة الزينة اللي في هذيك الحنطة بر طال عمرك خلاص قد هو حب وقف، قال خوي وين رايح؟ قلت وش عليك مني؟ لا تفشلنا لا تروح زرع الرجال، قد درى النيام، قلت والله أنا راح الزرع أخذ منه. المهم الرجال يعني زي ما تقول كأنه خاف لا يعيبون علي الناس ولا كذا، وأنا في حاجز كذا طال عمرك شفت يبنون دون البلاد يسمونها حوطة من جدار من حجر، أنا تخطيتها وعديت طال عمرك وبسكت في نصف المزرعة وقعدت ايش اخذ سنبل وتفركه في افركه واكل منه يفترك. ايوه الرخوي ذاك يبغى طال عمرك والله يا جماعه الخير ما قلت لكم بالعافيه، وذاك الشايب اللي الله يرضى عليك تفتح بيتك قريب من طرف المزرعه فتح ذيك الطاقه طال عمرك عليه ذاك الكوت وذيك الغدره الله يجعله بالعافيه، الله يجعله بالعافيه، زال لهم طال عمرك يمني اكل من الزرع. فلذلك طال عمركم نقول كلوا وبالعافية، ولكن يا كل إنسان يجعل الله سبحانه وتعالى أمام عينه، يعني لمن طال عمرك يعني النعمة هذه يعني لا تحتري طال عمرك أن أحد طال عمرك واحد من العمال اللي في المحطة جنب البيت وديت له أكل قال كذا كويس يا مسلم الله يجزاك خير، واحد البارح جاب لي خروف بطح يقول خذه أنا والله أني جيعان وأني أبغى لك لكن وين أوديه؟ باكل منه شوية ما أروح أنا أرميه في الزبالة. يا اخوان ترى هذه اشياء يا احبابنا ويا مشاهدين لا تفكروا الكلام اللي نقوله انه طال عمرك تروه من حاصل ومن واقع. فلذلك يا طال عمر ما نقول طال عمرك انكم بتركوا الضيف ولا الموجبات ولا هذا، ونقول للاخوان مثل ما قال ابو نايف ولا قالوا الربع نفداهم ولا ابو حاتم الله يسعده تدعي لك طال عمرك 200 ولا 300 ولا واحد ولا 10 ولا هذا، ثم تاتي طال عمرك يا والله طال عمرك والله انك يصير عندك انت حتى انت يعني تحس انك ليش ما حضروا؟ انك بإحراج يعني لا قدرني جاء ولا قدرني اعتذر. وطيب وقدوه الرجال اللي مثلكم وشرواكم اذا جاء مطاليق وثر طال عمرك يعمل ويقدم ويذبح ويكرم هذا وهذا شيء مشروع، لكن نقول طال عمرك يعني خير الامور اوسطها دين وسطي الله سبحانه وتعالى يساله إنه يرزقنا طال عمرك التوفيق طال عمرك حتى في تصرف الإنسان وفي كل شيء. هذا اختصار ولا والله الكلام منكم يعني ما قصرتوا أبلغ يعني أبلغت بلاء حسن فيها، وسأل الله يستجيب دعواتنا إن الله سبحانه وتعالى لا يغير علينا هذا النعم. والله يا طال عمر يا أبو نايف شوف قريب أنا سافرت البلد في خارج السعودية بلد من الدول العظمى، والله أنها من الدول العظمى ما نقول الدول الفلانية
تأخرنا يا أبو نايف ولا يهون الربع، في الأمر كان عندنا مريض في المستشفى، تأخرنا في المستشفى ما طلعنا للساعة 10 ذاك اليوم. يصادف عندهم عطلة 10 في الليل ولا في النهار؟ 10 في الليل طلعنا، أيوة 10 في الليل طلعنا. تخبر اللي طلعت تطلع عمرك في الرياض ولا في جدة ولا في أي حتى في قرية، هل خير موجود؟ لكن هم طبعهم كذا، والله يا جماعة الخير إن عجزنا نحصل عشرة خلاص كل طلع عمرك قفلوا بقالاتهم وراحوا، هذا رحنا للفندق برضه للفندق إنه مقفل، والله إنه يلا حصلنا صامولي يابس في مطعم الفندق وزي العسل. فحسيت أنا طلع عمرك أقول لا سمح الله، كيف لو أنت تمسي طلع عمرك لا سمح الله أولادك بكون عندك ولا زوجتك ولا أهلك ولا أنت جيعان تضيق عليك، تفقد شعوره، والله ما تحسن التصرف، تضيقك بالدنيا تضيق. ترى ما هي بسهلة، أقول ذولاك الأوادم اللي عاشوا في ذيك يعني العوز وذيك هذا، الله يجعلهم بالجنة. آمين آمين، الله يجزاك خير أبو سليمان. أبو عبد الله تفضل. حول أبو عبد الله ما مر بالسابق في أهلنا وفي والوقت الحالي اللي حنا فيه. هو أولا الإسراف طبعا تحدثنا قبل قليل ووضحنا، يجب الناس يفهمون جميعا أن الإسراف ليس في الأكل فقط، ولذلك حتى الماء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، يعني على النهر لا تسرف في الماء حتى. و في الفتات اللي عندك من الأكل مثلا، إذا كان عندك مثلا نفرض عندك خبز وكذا وسقط منك قطعة وما دريت، يجب عليك أن تنتبه لهذه النقطة وكذا. من القصص النادرة، ما هي بنادرة يعني، وهذه عام 86 عشان تعرفون شلون المحافظة على النعمة والناس كاليوم قريب الكلام هذا، في حاجة إلى الأكل وفي حاجة إلى النعمة بحق ليس الآن. فكنا في مناسبة الزواج عام 1386 عند في هجرة من الهجر، ونحن معلمون وداعين نحن ومركزين علينا بدعوة خاصة من الجمهور الثاني على أنهم بيحطون لنا أكل خاص حنا المعلمين. 86 هجري. إيه نعم. يعني قبل 56 سنة. إيه نعم. قريب. يوم ميلاد. إيه نعم. فجينا للزواج. يوم أنك ولدت. إيه فحضرنا الزواج فوجدنا أحد الأولاد أولاد أهل يذود عن صحن المعلمة من جيب يقعد يا معلمة أمش صحن خاص المدرسين هذا. إيه خاطينا صحن محكحك يعني بسرعة. الله يجزاهم خير ويوفزهم لما فيه الخير. 60 سنة فجلسنا ناكل، فعلا كان الصحن محكحك رز نظيف طبق نظيف شيء خيال. المهم جلسوا الضيوف الآخرين وكان طبعا معهم المتزوج، الشخص المتزوج العريس الله يهديه. اي والله قعد له يمكن والله بدون مبالغة ما كملوا ولا 3 دقائق أقدون، بس أنا أقول كذا خرب عليكم. لا إحنا ما علينا تجيك السالفة. ولا ولا مقمز عاد ما أدري هو فرحان ما له نفس بلعشة أو ما أدري وش ما له نفس الرجل سدت النفس ما بلعشة بالله من العادات اللي أنت تلومه. لا والله ما قاموا كلهم. يا والله مشكلة. فإحنا طبعا المعلمة المعلمين إيه ما قمنا ولا علينا منهم ولا علينا من العادات ولا شيء، قعدنا على صحيحنا والناس جايين من البر جوعانين فرحين انهم معزومين على ضيفه يسمونها ضيفه والاكل قدامهم فقام واحد عنده ذكاء شوي او عنده جوع الله يستر لا والله جوع قال انا معلمت عليه ابو حاتم انا معلمتي ورعانكم ما قاموا حنا نقوم بسم الله الرحمن الرحيم ارجع اقعد ثاني مره عساهم قعدوا وقعدوا كلهم جديد كسب اجره. الحاجه يا جماعه الخير شوف الفرق ترى قريب هالكلام هذا مو بعيد من الحين 60 سنه والان الواحد هالان بهذه صفه سيئه من الصفات السيئه التي امقتها انا وانتم تمقتونها ويمقتها الدين. اذا دعي بعض الناس الان وهم كثر للاسف قالوا بروح اوريهم وجهي راح سلام عليكم مبارك ضرب طيب انت مدعو يا اخي محسوب وبعدين انت جاي تتفاعل مع اخيك المسلم اللي دعاك في مناسبه سواء مناسبه زواج او مناسبه كذا ما يجب انك في هذه تتصرف مثل هذا التصرف. هذا مجرد تعليق. اما الفرق طبعا بالزمن السابق والزمن انا لحقت عليه طبعا نظرا لظروف خاصه
يعني لو قلت لكم احنا نقعد انا واخولي هذا حي يرزق ثلاث ايام ما كان شيء ما صدقته طبعا. نعم كنا نعتمد في الاكل على اعشاب مع الاغنام. والله يا جماعه اي والله والله العظيم والله ناكل معنا ذعلي يسعدك واقرا وحوا بس حلوه نعتمد على اعشاب والله والله العظيم مع الحيوان. ابو عبد الله انا اشوفك تحب الورقيات. والله قال لي واحد انا كتبت قصه عنها من واحد من الربع وشاف قال اشوف خشيشاتك خضر شاف ان خضر حلوه وكانت منين الخضار هذا قلت من العشب كانت من الحوي وانت تاكل العشب كثير هاك العشب قال مشلون قلت تعال ونوز منك الذعليز اللي يلهم يوم خلص اي والله وما يصفد عاد هذه قصه طويله تكملها بعد الفاصل عندنا فاصل الان يلا افصل فاصل مشاهدينا الكرام ولا تروحون بعيد بعدها نواصل ان شاء الله دقائق ان شاء الله وترجعونا بسم الله تفضل على الفطور تفضلوا تفضل هالحين خبز وفطور وخير هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تسينا القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس